يتجه الإنسان إلى الصحراء سعياً وراء الهدوء والسكينة والبساطة، إلى جانب تغيير نمط الحياة اليومي الرتيب. منذ الأزل كانت الصحراء ملاذاً للشعراء والفنانين ومحبي الطبيعة، وقد اتخذوا الصحراء موقعاً مناسباً للتأمل والتفكير. ولأن الصحراء تحمل كل هذه المعاني، فإن على رواده الذين لجأوا إليه هرباً من ضوضاء المدينة الحفاظ عليها لكي تمنحهم ما يريدونه من الهدوء والتمتع بجمال الطبيعة التي تدخل على النفس الدفء والطمأنينة. إلا أن المفترض شيء والواقع شيء آخر تماماً، فمن يتجول هذه الأيام في صحراء الكويت يشاهد تلوثاً متعمداً ضد البر، وتشويهاً مقصوداً ضد الطبيعة، في صورة لا تخلو من العداء لكل ما هو بسيط وجميل. لقد عانت البيئة الصحراوية في الكويت من تعديات كثيرة سببها الإنسان. بعض هذه التعديات جاءت نتيجة الاستغلال الخاطئ لثروات الصحراء، كاستغلال غطائها النباتي لرعي الأغنام والإبل بشكل عشوائي وكثيف. ترتب عليه القضاء على النباتات المعمرة والحولية حديثة النمو، وعدم إعطائها الوقت الكافي لمد جذورها التي تساعد في تماسك حبيبات التربة، وبذلك تبدأ التربة بالتفتت وفقدان خاصية التماسك، وهذا يؤدي إلى تطاير الأتربة والغبار والزحف على المنشآت المختلفة وزيادة ظاهرة التصحر. والنشاط الآخر المتسبب في تدهور البيئة الصحراوية إقامة المخيمات الربيعية وإلقاء المخلفات، وإقامة المخيمات الدائمة من الصفائح المعدنية ثم تركها لتصدأ. الاستخدام السيء للمركبات من الأنشطة الإنسانية التي أدت إلى اختفاء الغطاء النباتي وانضغاط التربة وزيادة معدلات انجرافها المائي عند هطول الأمطار الغزيرة، وذلك بسبب انسداد مسام التربة وفقدانها خاصية امتصاص الماء. كما أن البيئة الصحراوية تفقد مساحات كبيرة بسبب التخلص من القمامة ومخلفات البناء. المساحة المستقطعة من الأراضي الصحراوية تقدر بحوالي 5000 متر مربع سنوياً، وهذه النسبة كبيرة جداً إذا ما قورنت بمساحة دولة الكويت المحدودة. وعدم معالجة النفايات وردمها بطريقة عشوائية يؤدي إلى انبعاث غاز الميثان السام من هذه النفايات، كما هو حاصل الآن في موقع نفايات الجرين، وما تسببه هذه الظاهرة من تلوث بيئي مضر بالصحة. لقد فاق نصيب الصحراء الكويتية من الدمار البيئي خلال حرب الخليج كل حدود التصور، حيث ربضت فوق ترابها قوات الاحتلال العراقي، وأخذت هذه القوات بحفر الخنادق الدفاعية ومخابئ الدبابات والذخائر وزرع مليوني لغم وحفر خنادق طولية مملوءة بالنفط المعد للاشتعال لصد قوات التحالف. وكانت نتيجة إقامة هذه التحصينات الدفاعية تكسير التربة وتفتيتها، والتي نتج عنها زيادة معدلات التصحر وتدهور البيئة الصحراوية.
كما أن تفجير القوات العراقية أكثر من 750 بئراً نفطياً قبل هزيمتها أدى إلى العديد من الآثار البيئية الضارة بالتربة والهواء والمياه والغطاء النباتي والكائنات البرية. النفط المتسرب من الآبار المحترقة كون حوالي 570 بحيرة نفطية، حيث تشبعت التربة تماماً بالنفط، مما أدى إلى القضاء على الإمكانات البيولوجية للتربة. لقد حان الوقت لتصحيح الوضع المختل ولإعادة تأسيس علاقة إنتاجية متوازنة بين الإنسان والطبيعة عن طريق إقامة منظومة وطنية من المناطق المحمية، حيث تصبح هذه المحميات جزءاً من المعالجة الشاملة للوضع البيئي المتدهور. إحنا لازم يكون تفكيرنا على مستوى الكائن اللي يعيش في هذه البيئات. إحنا لا نعيش على هذه الأرض لوحدنا، هناك كائنات كثيرة كرمت يعني، ولازم أن نحافظ عليها. ف يعني على سبيل المثال يعني هناك طيور كثيرة مثل الهدهد والحبارة وطيور أخرى، يعني ممكن الإنسان أن يستفيد ويتمتع بمشاهدتها في بيئاتها الطبيعية. فلهذا الغرض تم عمل محميات طبيعية لحفظ هذه الأنواع في بيئاتها الطبيعية. البيئة الصحراوية فيها تعدد في المواصفات، هناك تمتد يعني إذا كانت من صحراوية أو في كان منخفضات، إذا فيها مرتفعات، إذا كانت نوع التربة فيها تختلف، هذه غير في طبيعة النبات اللي يعيش عليها. فلذلك قمنا بتحديد بعض المواقع ذات مواصفات ومميزات خاصة في المواصفات الإيكولوجية. فهناك في محمية الصليبية اللي هي 20 كيلومتر مربع قام بإنشائها معهد الكويت للأبحاث العلمية. وتعتبر هذه المحمية من أفضل المواقع لعمل الدراسات الخاصة بالتنوع البيولوجي، فهي تحتضن الكثير من النباتات الصحراوية الكويتية، ومن أهمها نبات العرفج النبات القومي لدولة الكويت، بالإضافة إلى النباتات الأخرى مثل العنصيل والثندة والرقروق والثمام. وكما تحتضن هذه المحمية العديد من الحيوانات الصحراوية من الثدييات والطيور والزواحف واللافقاريات، ومن الثدييات المتواجدة في هذه المحمية مثل الفنك والثعلب الأحمر والوشق والنمس والنيس والقط البري، بالإضافة إلى القنافذ والجرابيع والقوارض الصحراوية. Thank you.
ومن خلال دور المعهد في المحافظة على أنواع الحياة الفطرية المتواجدة في هذه المحمية، قام بإنشاء برك مياه لهذه الحيوانات منذ عام 1996. وكان الغرض من إنشاء هذه البحيرات هو توفير مياه الشرب وعمل البيئات المناسبة لتكوين سلسلة الغذاء لهذه الحيوانات لمساعدتها على التكاثر والنمو والبقاء في هذه المحمية. في الصيف تجف نباتات المحمية، لكنها مع ذلك تحافظ على تماسك التربة وتوفر البيئة المناسبة للحياة الفطرية كالحشرات والطيور والزواحف في ظل الظروف المناخية القاسية، بينما تعاني المناطق المحيطة بالمحمية من التصحر والتعرية وانعدام الغطاء النباتي. المحميات الأخرى اللي قمنا بإنشائها هي منتزه الكويت الوطني، يقع في شمال شرق الكويت ومساحته تقريبا 330 كيلومتر مربع. الهدف الرئيسي من إنشائه هو الحماية، حماية البيئات، لأنه هو في تنوع في بيئاته، فهو في البيئة البحرية يشمل البيئة البحرية والساحلية والكثبان الرملية الساحلية والسبخات، وعندنا جال الزور، سلسلة جال الزور، وعندنا البيئة الصحراوية الممتدة هي أكبر بيئة يشملها المنتزه، وفيها طبعاً المنخفضات مثل منخفض وادي أم الرمم، وفيها الخبرات في طلحة وفي العوجة. فهذا المنتزه يعتبر أكبر منتزه صحراوي في الكويت، ويعتبر مميز نتيجة لتنوع الإيكوسيستمز أو النظم الطبيعية فيه. الهدف الثاني هو السماح في عمل الأبحاث والدراسات الإيكولوجية والزيارات للتوعية والتثقيف من ناحية التنوع البيولوجي والبيئات الطبيعية. الهدف الثالث من هذا المنتزه هو طبعاً إعادة توطين الحيوانات المنقرضة من البيئة الكويتية، مثل الغزلان البرية، مثل طيور الحبارة، مثل المها. فطبعاً إعادة التوطين يحتاج إلى دراسات علمية، إلى معرفة تامة بالأنواع التي نعيد توطينها، بحيث أنها تكون من الأصول الأصيلة، وأنها لا تؤثر على التوازن البيئي الموجود في الموقع في نفسه اللي هو المنتزه الصحراوي. فإحنا نتوقع أن يعني هناك يصير في تطور في هذه المنطقة، بحيث أن يكون في يعني متحف صحراوي حي. وهناك محميات أخرى أصغر حجماً مثل محمية خليج صلابخات أو الدوحة، وتبلغ مساحتها حوالي 4.5 كيلومتر، وتشتمل المحمية على أنواع عديدة من النباتات الساحلية مثل الهرم والشنان، كما ينتشر نبات البوص بكثافة في هذه المحمية، وقد أصبحت ملاذاً آمناً
لأنواع عديدة من الطيور. محمية بركة الجهراء. هذه المحمية تقع ضمن منطقة التحريج القريبة من مدينة الجهراء، وهي منطقة ساحلية مالحة، ونظراً لتجمع السيول تنتشر فيها نباتات البوص التي تجذب أنواعاً عديدة من الطيور المهاجرة في المواسم المختلفة. القول السائد بأن صحراء الكويت فقيرة قول خاطئ، ودليل وجود مئات الأنواع من الأزهار البرية وأعداد كبيرة من الكائنات التي تعيش وتتكاثر، وذلك لتوفر عناصر البقاء لها في هذه المحميات. لقد ظهرت في الآونة الأخيرة أزهار كانت على وشك الانقراض نتيجة التعديات الصارخة على البيئة الصحراوية، لذا فإن إنشاء المحميات ضرورة ملحة لحماية الحياة الفطرية في الكويت. وبانتقالنا للبيئة البحرية نجد أنها تعاني من تلوث عارم يفوق المعدل الطبيعي بثلاثة أضعاف، وفي المقابل نرى أن الانتهاكات بحق البيئة البحرية مستمرة ولا أحد يحرك ساكناً، خاصة في منطقة جون الكويت التي أكلها التلوث وما زال ماضياً في القضاء على مواردها البحرية. من هذه الانتهاكات إقامة مشاريع على سطح البيئة الخاصة على منطقة المد والجسر، وهذا يعد كارثة بيئية ضخمة، فضلاً عن ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالج والتي أنتجت العديد من التلوثات، حتى وصل الأمر لهلاك الأسماك في وقت من الأوقات. كما أن صيد الجائرة للكائنات البحرية يهدد الثروة السمكية بالانقراض، خاصة على صعيد تجميع المحار واستخدام الأسلحة المائية لبعض الغواصين في المستعمرات المرجانية.
كما أن الكم الهائل من مخلفات قوارب الصيد من شباك مهملة وزيوت القوارب تعرض الحياة البحرية للدمار. أما محطات الطاقة والتي تضخ مياه تبريد محطات التحلية وتكون درجة حرارتها عالية وكثيرة الملوحة، فإنها تؤثر في بيئة الحياة الفطرية البحرية وترفع من حرارتها وملوحة مياه الخليج، مما يؤدي إلى تأثيرات مأساوية ستظهر في المستقبل القريب. الكويت كدولة مصدرة للنفط تدفع ضريبة عالية، وهي التلوث البحري بالزيوت، فالمواد الهيدروكربونية هي أول ملوثات بيئة الكويت البحرية نتيجة للحوادث التي تتعرض لها الناقلات أو آبار النفط البحرية أو خطوط النفط. كل ذلك يؤدي إلى تسرب النفط إلى البحر، وأحياناً يحدث التسرب عند تحميل الناقلات بالنفط من مناطق التصدير، كما أن كثيراً من الناقلات تفرغ مياه التوازن الملوثة في البحر، وأحياناً يتم التخلص من زيوت محركاتها بإلقائها في البحر. المنشآت الصناعية المقامة على الشواطئ والتي تلقي بمخلفاتها التي تحتوي على كميات كبيرة من الزئبق والكلور لها أيضاً تأثير مدمر على البيئة البحرية. وعلى الرغم من التلوث الكبير الذي يهدد البيئة البحرية، فلم تخصص الدولة أي محميات بحرية لإعادة التوازن البيئي الذي فقد نتيجة تعديات الإنسان عليها. من المناطق الحساسة والهشة بيئياً المستعمرات المرجانية والجزر المنتشرة في مياه الكويت الإقليمية. تستقي الشعاب المرجانية أهميتها لاعتبارات كثيرة جداً، فهي تستضيف أنواعاً كثيرة من الأحياء البحرية كالأسماك والقشريات، وأنواعاً مختلفة من الحشائش والأعشاب البحرية التي تحميها الشعاب المرجانية من الأمواج والتيارات البحرية القوية، علاوة لكونها مناطق جيدة لتكاثرها. لهذا تعتبر الشعاب المرجانية من أكثر المناطق البحرية تشعباً وتعقيداً.
الخارج. إن حال الشعاب المرجانية في المياه الإقليمية لا يبشر بالخير، فهي ضعيفة بسبب ما يصيبها من تكسير ورمي مختلف أنواع النفايات والمخلفات عليها، مما يجعلها تحت تأثير إجهاد قوي وتعرضها لأي عامل سلبي كارتفاع حرارة المياه فوق المعدل كاف لنفوقها. لكن الخوف ليس من ارتفاع درجات الحرارة، بل من المشاكل التي تواجه الشعاب المرجانية في الوقت الحاضر والتي يسببها الإنسان. فالشعاب المرجانية تتعرض للتكسير من قبل المرتادين من صيادي الأسماك والغواصين، فكل قارب صيد صغير يسبب دماراً لا يقل عن متر مربع واحد من جراء رمي وسحب المراسي. إن معدل نمو المرجان في السنة سنتيمتران فقط، وما يدمره الإنسان في دقائق يستغرق سنوات طويلة للنمو. كما أن استخدام الهواء المضغوط لانتزاع الصخور المرجانية ذات الأشكال الجميلة يترك تأثيراً مدمراً في المستعمرات المرجانية. أنواع الشعاب المرجانية في الكويت حقيقة تعتبر ثلاث أنواع رئيسية: النوع الإصبعي وهو بالشكل هذا، وكذلك عندنا النوع المخي يكون في هذا الشكل. المخي يبني بنيان دائري مثل الرأس أو المخ، وكذلك الإصبعي يصبح مثل الأصابع في نموه. فهذا النوع النمو الهش يعتبر السريع للتكسير، ولكن المخي يصبح أكثر صلابة في المستعمرة الشعاب المرجانية. هناك عندنا 32 نوع نصنفهم تحت هذه الثلاث الأنواع من المرجان، منها الأصبعي والمخي والمنفرد الأصبعي الثقيل. تعتبر المناطق المرجانية حول الجزر حماية طبيعية لها في مواجهة التيارات والأمواج البحرية، وفقدان الجزر لهذه الحماية يعرضها للتدمير والاختفاء تدريجياً، وخصوصاً أن هذه الجزر حديثة التكوين وعرضة للتغير والاندثار.
تأخرنا قليلاً في توعية المواطن لأهمية الشعاب المرجانية بالنسبة للجزر وضرورة الحفاظ عليها، لكن هذا لا يعني ألا نتحرك بسرعة لإنقاذ ما تبقى. لقد فقدنا حوالي 30% من مستعمراتنا المرجانية و20% منها مهددة، إلا أنه لا يزال أمامنا حل لهذه المشكلة البيئية الخطيرة، وهو إعلان الجزر المرجانية مثل أم المرادم وجاروه وكبر محميات طبيعية. صراحة أهمية الجزر لا تقل عن أهمية الشعاب المرجانية التي تحيط بها. مثل ما بينت، الجزر الآن هذه تعتبر مأوى بالدرجة الأولى للطيور المهاجرة، ومثل ما ترون الآن خلفي طيور الخرشنة قد جاءت لتبيض وتضع بيضها، موسم تكاثرها الحين. الجزيرة الآن مليانة بيوض، وتشوف أنت الطيور كيف أنها قاعد تحاول تحمي بيضها من احنا اللي زرنا الجزيرة. احنا طبعا ما راح نأذيها ولا ناخذ بيضها مثل بعض الناس اللي يجون هني ويأخذون البيض او يستخدمون البنادق لقتل الطيور بدون سبب. وهذه الطيور ليست من الطيور اللي تؤكل او لها اي اهمية من حيث الواحد يحتفظ فيها في بيوته او كذا. فاحنا نستغرب جدا كيف ان الناس يجون الى الجزيرة ويقتلون في الطيور هذه. الاسباب اللي انا ذكرتها واهمية الجزر هذه بالنسبة للحياة الفطرية والتنوع الاحيائي، احنا قاعد نطالب الحين بان تصبح هذه الجزر مناطق محمية طبيعية يوفر لها الحماية، ولا تقام عليها اي مشاريع إنمائية أو إنشائية أو حتى مشاريع ترفيهية، وتظل على طبيعتها، لأن هذه الجزر أهميتها في أنها تظل على طبيعتها. يوم اللي تفقد هذه الخاصية ما راح يكون لها أي أهمية، وتصبح قطعة أرض يابسة كأي أرض يابسة أي مكان آخر. إن هجمة المدنية على البيئة الطبيعية وما تتبعها من تأثيرات سلبية عليها تحتم علينا المحافظة على سلامة المحميات البرية وإعلان الجزر المرجانية محميات طبيعية، وذلك حفاظاً على الكائنات البرية والبحرية والحياة النباتية من الانقراض. فالمحميات الطبيعية
ستغدو الملاذ الأخير للحياة الفطرية في الكويت، لنتمكن من إعطاء الأجيال القادمة فرصة التمتع ومشاهدة هذه الكائنات على الطبيعة، بدلاً من مشاهدتها محنطة أو في صور فوتوغرافية جامدة لا حياة فيها.